صح. ثورة، لذلك طرحته فقط كنموذج هكذا، لأن المشاكل الموجودة الآن في الساحة الكروية وحتى مشكلة أخرى رشيد أنا أثرت وستؤثر على كرة القدم الجزائرية، هذه الهجرة التي لا تنتهي للاعبين إلى البطولة التونسية، عندنا شان، عندنا فريق وطني للمحليين، لا أدري بوقرة مجيد كيف سيكون لنا فريق للمحليين وفي كل سنة أبرز اللاعبين يغادروا، إلى أين هذه الهجرة الغريبة جدا؟ احنا اليوم يعني بوتنان آخرهم نعم بوتنان آخرهم هو الأخير ومازال واحد آخرين مازال واحد آخرين بالك راهم رايحين كل عام كان تعديل في لوائح الاتحاد التونسي لكرة القدم وين لا تكفي لا تكفي لا اسمح لي وين هو اعتبر ان اللاعبين يعني تعالى لا لا شمال افريقيا مش اجانب بالرغم من يعني القرار هذا من الناحيه القانونيه انا يعني انتقدته لان هاد اللاعبين بما انه مش اجانب هل في قانون العمل في تونس يخضعوا القانون العمل الوطني ولا قانون العمل الخاص بالاجانب يقولوا لنا هل يخدموا برخصه عمل افريكان بيرمي ترافاي ولا بدون رخصه شكوى الفاف لم تاتي بالجديد رئيس الاتحاد التونسي رد قال بانه رئيس الفاف امضى على الاتفاقيه والاتفاقيه خاصه بشمال افريقيا لا ولكن اليوم ما عندناش حل قانوني رشيد اليوم لا لا اليوم 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 هما في اطار لوناف الاتحاد شمال افريقيا لكره القدم اللي هما فرع من فروع الكاف لازم نعرفوا باللي راهو فرع من فروع الكاف هما يسون انسبيري من لاري بوسمان هذا في اوروبا لاري بوسمان بوسمان هذا نهار راح لاكو اوروبيان دي دروا دو لوم اختراك كان فيه ان مارشي كومان مختلف الامر ان مارشي كومان مختلف يا رشيد المولي فوالا سيبوزا قلت لك قانونيا انا القرار هذا تفضل الحوار مفتوح لو سمحت ما عندناش نضرب اللي الاتحاديه التونسيه ماهمش دايرين جريمه حقهم صح من جانب كاين قانون كما تكلم انت على الشمال افريقيا اللي يسمح لهم باش يدوا لاعبين ماهمش اجنبيين اسمح لي ما عندناش ان سوق انا مع الحاج يا رشيد كيف نحمي انفسنا النوادي التونسيه من حقها انها تاخذ لاعبين هذا السؤال اللي نطرحه كيفاش نحمي نوادينا من هذه الظاهره حاليا اليوم ما عندكش باش تحمي هذا علي شريف لو كان غدوة إن شاء الله نحو له 10 سنين يستدعاوه أي نادي في تونس يروح مانيش قادر نعطيك مثال احنا في وقتنا كريم احنا في وقتنا الجيل تاعنا لما كانوا يكونوا اتصالات مع احتراماتنا لكل الأندية التونسية احنا كنا نفرضوا ونقولوا عيب باسكو المستوى تاعنا كان في واحد الطبقة اللي نقدروا نتكلموا به في أوروبا حاليا او كاين مثال حي العريبي هذاك لعب في سنتين ظل في البطوله التونسيه او راح يمضي في نيم كاين حاجه اللي تخلي اللاعبين تاعنا يروحوا ماهمش كثار ماهمش كثار لا بس اللاعبين تاعنا اليوم ما يخموا باش يروحوا يلعبوا في 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 البطوله التونسيه باش يكون تطوير لهم فرديا وحتى الحاج خليني نسمع يحيى شريف لانه لاعب وقريب من اللاعبين يحيى الذي احترف في فرنسا ثم عاد لماذا يذهب لاعبون الى تونس وانت القريب منهم الكثير منهم اصدقائك كما قال الحاج دوك باسكو تونس اي شاكاني تمد لي جوار لوروب تاعني شكون عندنا دي جوار كيما يوسف الليلي من خرج من تونس عندنا يوسف عندنا بغداد بنجاح بغداد هو حاليا عريبي عريبي هو راح يسيني في عريبي يمضي فيني ما تنساش باللي كاين لي كلوب في تونس راهم شاكاني يلعبوا كوب دافريكي يلحقوا فينال دومي فينال كاس العالم كاس العالم يعني المشكل في نوادينا المشكله هنا وراء المشكل نوادينا قاعدين يلعبوا كاس افريقيا وقاعدين تالقوا لو المناجر يشوفوا البطوله الجزائريه ويشوفوا البطوله التونسيه وراء الفرق وراء المشكل بصح دوكا البروبليم دوكا البطوله التونسيه راهي خير منا صراحه في ديزاني هذوما يطراو اربع سنين الاخرين راهم خير منا من ناحيه التسيير من ناحيه كلش ماشي الكل عندهم اربع خمس نوادي ايه خمس نوادي اربع خمس نوادي صح كيما ليسبيرونس دو تونس ليسبيرونس اي كل عام يتلعب فينا كوب دافريك شاكاني الجانب الرياضي هو اللي يطغى بيان سور الجانب الرياضي شاكاني وعندهم تاني لي مويان
هما ماهمش يلعبوا في 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 طارطون، هما حبسوا لهم طارطون، ما كاش طارطون. تخلي اللاعب تخلي اللاعب يكون الاز لاعب ثاني لاعب يخمم كريم، لاعب يخمم باش يروح، خاصة اللي يكون عنده الطموحات، لاعب 20 بين 20 و 25 سنة، أو يشوف باللي هنا كل سنة نفس المشاكل ونفس نفس الحالة اللي هو يعيشها، بالك الموسم اللي ما اللي مضى يقول لك أحسن الموسم اللي هو جاي، يروح لما يروح البطولة كيما تونس ولا حتى المغرب، نظن باللي منشآت المستوى ومرتاح يعني بدنيا مرتاح، يروح باش يعمل محطة متفق معكم. ولكن الحاج وراء الوفاء تاع النادي، انا لما نذكر حاج عدلان نذكر شبيبه القابين، نذكر اتحاد العاصمه، نذكر جيري بلا، نذكر اتحاد العاصمه، نذكر نصر حسين داي، لا اذهب الى اسماء عديده، ولكن اليوم لما تسالني عن لاعب انسى عدد الانديه اللي لعب فيها، حتى اللاعبين يعني شريف يتحملوا جزء من المسؤوليه، يلعب لك في 10 في 10 سنوات يلعب لك في 10 نوادي، وبعد ذلك يتحدث على المستوى ويتحدث على الاستقرار، لا يجب فقط ان نلوم النوادي وما نلوموش انفسنا ايضا. صح، اللاعبين عندهم مسؤوليه من جهه كريم، ومن جهه اخرى نقص الثقه بين اللاعب والمسير. اوكي، لما تكون لما اللاعب يكون مرتاح، احنا الجيل تاعنا كلنا مرتاحين من جانب التسيير، تكلمت على شباب القبائل كان مسيرين، وين لما يعطيك احنا زمان ما عرفتش شحال من وقت، ما كانش كانوش العقود وكان تروح عند النوتير، نضرب اللي كان الكلمه تاع مسير تسوى 100 مليون عقد. نضرب اللي حاليا الثقه بين اللاعب والمسير حاليا عالم احتراف رشيد، راك راجل قانون، واش انت نادي محترف بمعنى الكلمه يمضي معه لاعب يعطي له 3 شهور مسبقا، ما نعرفوش حنا وما يكملوش المستحقات في نهايه الموسم عليه، قليل وتلقى لاعب ياخذ كامل الاموال. سي نورمال، من بعد تقول لي جوار علاش يبدل كما قال الحاج بكري، انا ما لحقتش، انا لحقت شويه هكاك بكري، شغل تسيني تسيني ما على بالكش قاعد، ما تسيني كونترا، ما تسيني ليسونسيال، تسيني سلام عليكم سلام، تسيني ليسونس وكونترا الاثنين، ليسونس وما باش راك مسيني 5 سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنه، ما على بالكش. صح صح، نهار يجي الوقت يحبوا يبيعوك يجي يقولوا لك. دوكا حنايا كيما قلت جوار يسيني عامين في كيب، انا جوار جيبو كي تضربوا بكونترا تاع 5 ولا 6 صح لا واحد جان ضربوا ب 5 ولا 6 حتى لي جون ما مشي سينيو فوالا تلعب سينيو يقدر يمد لك البليس صح لا ما يكونوش لي بروبليم تاع تاع الدراهم هادو لي فيتيليتي هادو هما البروبليم تاع باسكو البروبليم تاع الدراهم هو اللي راهو هو اللي راهو المشكل الكبير في الشامبيون تاعنا تاع الجزائر. سي رشيد على بها لي جوار يبدلوا كما قال كريم قبل، تلقى سي مو هنا ماهوش حل ستابيليتي يا صح، يكذب عليك والله على ستابيليتي يا صح، سيتي كي تكون في كيب ما فيهاش لي بروبليم، كيما يكونوش كيب ما فيهاش لي بروبليم تقدر تسيني 5 تقدر تسيني 4 تكون اليس تكون مهني حتى اللي يجيبوا الاستخدامات ثاني فوالا في نادي المفروض تكون يكون فوج تاع مختص في دروس فوج يكون فوج هو اللي يكون مختص في الاستخدامات ولا حتى يا الحاج فيها كلام كثير في الاستخدامات. قبل ان ناتي الى سي كامل المصباح سؤال وجواب مباشر رشيد،